الحقيقة في سؤال متكرر جدا اتبعت لنا عبر الواتساب للبرنامج، والسؤال كان من أخ يعني كان مسافر في إحدى الدول الخليجية، ولما عاد إلى مصر مرة أخرى اكتشف أن زوجته رفعت عليه قضية خلع وحصلت على حكم بالخلع، فأرسل لنا بيسألنا بيقول هل يعد الخلع دون علم الزوج طلاقا واقعا شرعا ولا ما زالت على ذمته، ما زالت زوجته يعني. طبعا السؤال ده يعني هي حالة ملتبسة تحتاج انها وتستلزم التوضيح، عشان كده ان شاء الله نتكلم في موضوع حلقة اليوم عن هذا الموضوع بإذن الله. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والأعزة الفضلاء فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. طبعا الحالة دي مسألة أن الزوج لم يعلم بمسألة الخلع ولم يرضى ولم يعني، هل هذه الحالة دون الخلع دون علم الزوج هل بتعتقد فعلا طلاق؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله في دوام الله جميع محامده في علمه على جميع نعمه في علمه على جميع خلقه في علمه. حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده في مثله في مثله وهكذا دوليك سرمدا في سرم بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك فإني أؤمن على حمدهم فاكتبني معهم من الحامدين واكتب لمثل هذا الحمد ولكل من يقول آمين حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك لك ذكرا وأعظمهم لك شكرا وخشية وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ولصفوة الخلق وحب حق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واختم لنا بها وحشرنا تحت لوائي تحت حامل لوائها محمد صلى الله عليه وسلم، وثقل بها موازيننا وارفع بها ذكرنا وضع بها وزرنا وبيض بها وجوهنا إنك سميع قريب مجيب دعاء حمر الراحمين. بأسمائك الحسن نجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بوجهك يا رب بوجهك يا رب بوجهك يا رب اختم لنا بها يا رب بوجهك يا رب. إنك قلت ادعوني أستجب لكم وقلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإنك لا تخلف الميعاد. يا من كان وعده مأتية يا من وعده غير مكذوب يا من لا أوفى بعهده منه يا من لا أوفى بعهده منه اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحمل عنا تبعات جميع خلقك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحب الحق سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك عدد وملء وزنة خلقك عدد وملء وزنة كل شيء في علمك عدد وملء أوزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعته رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد. ملء أوزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك في مثلي في مثلي وكذا دوليك حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما علي وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة. اللهم آمين. اللهم آمين. وبعد فبين يدي الإجابة على هذا السؤال ليسمح لي أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق تفضل دكتورنا أن نوضح يعني الخلع أولا معنى الخلع. أي نعم طبعا أو الخلع يعني الخلع ده في الأسنان بقى دكتور والعياذ بالله معنى المعنى والأصل في مشروعيته ومتى يكون مشروعا ويعني متى يكون غير مشروع وإلى آخر هذه المعاني ثم نجيب على السؤال إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. أما من حيث المعنى فالخلع أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له. أي نعم يكون في مقابل يعني حتما. أي نعم. ما هو يعني عفوا يعني تفوت عليه نفسه وتفوت عليه ماله كمان يعني تجمع عليه خسارتها يخسرها ويخسر المال كمان يعني ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء يعني أينا. يبقى الخلع أن يطلق ها وأرجو التنبه يطلق فالخلع يطلق عليه طلاق ولكن لا يأخذ أحكام الطلاق. أي نعم دي نقطة مهمة جوهرية.
أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له، تقدم له. أين؟ ما فائدته؟ إبطال الرجعية. إبطال ما ترجعش له. بمعنى يا دكتور؟ بمعنى أنها ما ترجعش له إلا بعقد جديد. عقد جديد خالص. حاجة جديدة خالص. أين؟ من أول جديد. وذلك قلنا في فوارق كبيرة جدا جدا من خلع والطلاق. فالطلاق مثلا المرأة تعتد به على حسب حالها. إذا كانت حائض كن عدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أينا. سواء كان القروء بمعنى الحيض أو معنى الطهر، المهم ثلاثة. وإذا كانت حامل عدتها بعض الحمل، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أينا. وإن كانت يائس بلغ سن اليأس، خلاص بلغ الكبر عتية وشابت وخلاص يعني عجوز شمطاء عفوا يعني، ولا صغير لم تحض بعد، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى في سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يبقى الآية دي جمعت بين اليائس واللي لم تحض بعده، يبقى دي عدة الايه المطلقة. لكن الخلع بتعتد بحيضة واحدة لو كان من زوجة الحيض. وبعدين لو كان الطلاق رجعي أولى أو تانية ما تخرجش من البيت، لا الخلع بقى أصبحت بقى تخرج من البيت. لكن في الطلاق رجعي أولى أو ثانية لا تخرج من البيت، عكس ما عند الجهلة من الناس. الناس النهاردة من الجهل يعني تتقمص المرأة وتاخد دمها وتنها خارجة، ما ينفعش. أو يقول لها خد تاخد دمها وتنها ماشي، والله بقى نعدلك في البيت يلا. ده ولم يقع طلاق. لم يقع طلاق. ده حتى لو وقع الطلاق لا تخرج من البيت. تفضل حتى موجودة لحد لحد انتهاء العده. هذا كلام الله. اي نعم. يعني واللي بيؤمن بالله بقى يراجعوا نفسهم. ولذلك النص يقول تعالى في سوره النساء الصغرى اول ايه يا ايها النبي، ودي نقطه اصوليه، هنا نقطه اصوليه في الايه دي، الخطاب للنبي ولكن ليس خاصا بالنبي، انما هو خطاب للامه وقد تلقاه النبي عن الامه. ولذلك في علم الاصول نقطه مهمه جدا جوهريه، الخطاب للنبي هل يشمل من سواه وهل يشمل المخاطب والنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يشمله. ويتجاوز إلى من يقتدي به، ونحن الأمة تقتدي به عليه الصلاة والسلام. النص يقول تعالى يا أيها النبي إلا ما استثني، يعني بعض الأشياء خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب عن المرأة اللي هو الزواج بالوهبة أو بالهبة، يعني ما ينفعش امرأة تقول لواحد الناس يقول له أنا وهبت نفسي لك. ده هذه خاصة فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة خاصة، اسمح لي سبيشال يعني. يعني إذا صح اللفظ يعني. ما الدليل؟ النص يقول تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن إلى مملكة يمينك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، بعدها قال إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. هذا أمر فقط النبي. دي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ما جيش واحد بقى يستهبل ولا واحد يستهبل. لا، دي حاجة خصائص. وذلك الإمام السيوطي له كتاب الخصائص، والترمذي له الشمائل للنبي عليه الصلاة والسلام، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فالنص يقول تعالى في سورة الطلاق الصغرى أو النساء الصغرى أو الطلاق يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، واللام تسمى لام الاستقبال، يعني تطلق تستقبل عدة. ولذلك المحققون من العلماء إذا وقع الطلاق في الحيض أو وقع الطلاق المرأة طاهر وقد جامعها في هذا الطهر، يعني مثلا الطلاق وقع يوم الجمعة ووقع جماع يوم الخميس، يبقى الطلاق ده لا يقع، لا يعتبر، يعتبر طلاقا بدعيا، يسميه الفقهاء طلاق بدعي، ليس هو طلاق السنة. الذي أمر الله تعالى أن طلق له النساء. وإذا وقع منه الطلاق وهو يريد طلاق الفراق بالفعل وهي حائض، أيضا المحققون العلماء أن هذا طلاق لا يقع. والدليل الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته، وأبوه سيدنا عمر علم بذلك. شوف الأب عالم إن ابنه طلق مراته، وعلم إن مرات ابنه حائض. شوف بقى، شوف الأسرة، علم أن زوجة ابنه حائض
وابنه طلقها. اي نعم. يسكت؟ لا، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها فليراجعها حتى تطهر. أي نعم. عبارة فليراجعها. هل الموضوع ده دكتور يعني في منه علة لهذا الأمر؟ هل في علة حول الموضوع؟ أي العلة إيه؟ إن المرأة أصلا طلق حبيبي في أثناء الدورة، عفوا، في تغير بيولوجي، خلايا تتهتك وخلايا تنشأ من جديد، أنسجة بتتهتك، دماء بتنزل، ده تغير بيولوجي. أي نعم. في تغير فسيولوجي نفسي، المرأة في حالة نفسية غير طبيعية، تكاد تكون حالة مرضية. وذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما بكت لما نزل على الحيض وهم مع الرسول في مكة، قال الرسول يواسيها، قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، يواسيها ويسليها. أي نعم. لتفجعها عفوا لتوجعها، هذا أمر كتبه الله. بعض البنات تجدها في أثناء الدورة دي عفوا يعني لا ما تكاد تفق، حالة مرضية. يبقى تغير بيولوجي، وضحنا المعنى، تغير فسيولوجي نفسيا، وبالتالي ما فيش ألفة في هذا الوقت، ما فيش انسجام، ما فيش وئام. ولذلك لما تكون في حالة مرضية هذه يبقى الوضع غير طبيعي. أيها. فلذلك الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام عمر أن يؤمر ابنه عبد الله أنه راجع زوجته اللي هي حائض وقع منه طلاق وهي حائض، مر فليرجعها حتى تطهر. أي نعم. عبارة فليرجعها دي اللي فيها التنازع بين العلماء. لم يقولوا فليرجعها، يقول لك مع ذلك أن الطلاق وقع، وإلا ما فيش رجعة إلا لم يكون طلاق وقع. لا وجه. أي نعم. لكن العبارة بعدها ترد هذا الفهم، لأن العبارة بعدها بتقول إيه؟ مر فليرجعها حتى تطهر. أي نعم. بعدها قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. أي نعم. العبارة دي أفهمت أن الطلاق في الحيض لا يقع. أيوة. لأن الرسول قال له خليه رجعها لحد ما تطهر. طهرت المرأة خلاص. أيوة. تعافى، أصبحت طهرت الآن. والنص يقول في الطهارة في هذا الموضوع في سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرن. أيوة. حتى يطهرن، يطهرن القراءة الأولى قراءة سبعية متواترة، مجرد انقطاع الدم له أن يأتيها. أيوة. مجرد من قطع الدم لما ترى القصة البيضاء كل امرأة تعرف نفسها. لكن العبارة القراءة الأخرى السبعين متواترة حتى يطهرن، زيادة كما يقول علماء التفسير، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيد حرف فضعف حتى يطهرن. العبارة دي في القراءة السبعين متواترة يقول عنها العلماء إنها تفيد إنه لا يقربها حتى لو انقطع الدم إلا بعد ما تغتسل. سبحان الله، يعني حتى اختلاف القراءات ينبني عليه احكام يعني دكتور. سبحان ايوه الله. ايوه كل قراءه دي معجزه، قران معجز، قراءاته عفوا قراءات ليست امرا اتجاليا. شوف هنا لما يقول حتى يطهرن، يطهرن الطاء ساكنه. اي نعم. الياء والطاء والهاء والراء والنون، لما نقول يطهرن يبقى ضعف، اصبح عدد الاحرف ستة وليس خمسة، وهكذا. أينا. حتى يطهرن. أينا. فإذا تطهرن فأتون حيثهم. وذلك امرأة من الصحابة أتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله كيف أتطهر؟ إزاي أتطهر؟ كيف أتطهر؟ الكيفية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال خذي فرصة قطعة من القطن، يعني فرصة قطعة من القطن، فتتبعي بها أثر الدم. شوف 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 تتبع بالقطنة دي أثر الدم في هذا المكان. المرأة تقول كيف يا رسول الله؟ كيف؟ طب بالله عليك الرسول هيوضح المعنى ده بأي وسيلة تعليمية؟ على الصلاة والسلام. كيف أتطهر؟ جالس معه، ودي حكمة من حكم تعدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نشر العلم وتوضيح ما لا يليق بالرجل أن يوضحه. يعني فلعل سيد عائشة رضي الله عنها كانت موجودة، فأخذت جبذتها، قالت لا تعالي، وأخذتها وخلت بها ووضحت لها كيف تمرر قطعة القطن في مجرى هذا المجرى، لكي في 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 إيه في جوانب هذا، في جوانب المهبل، عفوا لا حقيقة في الدين، جوانب المهبل يعني في جوانبه وعلى جدرانه ممكن تكون بقايا دم موجودة. والنص ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر أذى فاعتذر النساء في المحيض. فلما تتبع بهذا، وبعدين إيه الحديث يقول إيه خذي فرصة ممسكة. يعني ممسكة؟ طب هو يعني دكتور الاخوه في الزملاء هيجيبوا الوقت الاتصالات الهاتفيه وبتاع، واحنا لسه ما جبناش على السؤال اللي هو بتاع الخلع اللي هو يقع ولا يقع. ما انت اللي بتسوحني. معلش يا دكتور والله انا يعني حاضر. ربنا ينفعنا، ربنا ينفعنا ما علمنا وعلمنا ينفعنا. فالمهم قال خذي فرصه ممسكه. يعني ايه ممسكه؟ قلنا فرصه قطعه قطن. ممسكه يعني ايه؟ يعني تبليها بمسك.
شوف هذا، شوف شوف طهامة الإسلام وعظمة الإسلام حتى علمت. يبقى إذا وضحنا الخلع. طيب الآية بقى اللي بتدل على مشروعية الخلع قوله تعالى في سورة البقرة، آية صدرها يتحدث عن الطلاق وآخرها يتحدث عن الخلع. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لحد كده انتهى الكلام عن الطلاق. بدأت العبارة بعد كده تحدث عن الخلع. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن، يعني أعطيتمهن بهمزة المد، مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. المرأة خايفة تستمر في الحياة الزوجية ولا توفي الرجل حقه، فطلبت الخلع. خلاص زي ما أقوله في المثل، الكاره يحلق شعر راسه، كرها مع السلامة، بس اللي دفعته لك ترده لي تاني. والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولا يحل لكم أن نصه من أول هنا، وهذا دليل مشروعية الخلع في القرآن، سأذكر دليل من السنة. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو العوض، تفدي نفسها بأنها تدفع له عوض عنها، عن دفعه إليها. تلك حدود الله، شوف حد، فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فليكن الظالم. الحديث صحيح عند البخاري والنسائي وابي داود وابن ماجه والامام مالك في الموطأ عن عائشة ان رضي الله عنها ان حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين، لا تنتقده في دينه ولا خلقه. أين؟ وبناء الزوجية على رضا الدين والخلق. الحديث يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فبتقول له: يا رسول الله، لا أعتب عليه في خلق ولا دين. أين؟ دينه تمام وخلقه تمام، ما في شيء، ما في عندي أي سلبية ولا ملاحظات، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية: ولكني لا أطيقه بغضا. القلوب والعياذ بالله تغيرت، والعياذ بالله، والعياذ بالله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن قلوب كيف شاء. فدعا النبي ثابتا، استدعى ثابت فقال: خذ بعض مالها وفارقها. خذ بعض مالها، مالها هي كمان، مش مال اللي هو دفع عليهم. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ الكلام ده يصلح؟ قال: نعم. قال: فإني قد أصدقتها حديقتين، كنت أعطي لها مار حديقتين باسمها هي وهما بيدها. فقال رسول الله: أتردين علي حديقته؟ أنت عايزة تمشي، أنت ما عندكش ملاحظات عليه، لكن مش عايزة تستمر معاه، قلبك اتغير. علي حديقته؟ قالت: نعم. قالت: نعم يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، اللي هو الدهولي عندي. فقال رسول الله: يا ثابت، خذهما الحديقتين اللي هو دفعهم لماه وعاش معاه، خذهما وفارقه. وفي رواية: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية: فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، فأخذ منها، فأمرها النبي أن تعتد بحيضة واحدة.